صبحكم الله بالخير، كيف الحال طيبين؟ كان بث لطيف خفيف، بيض الله وجهكم. دخلتوا لا خلا ولا عدم الشيوخ، ما بقى الا وقت صلاه، خذ لكم ركعتين وصلوا الفجر. يا رب لا تنسون قرب دعم الثاني، ضفوهم، دخلهم رقم جديد، فرحوهم. جاني بداه متقفل ان شاء الله نلقى لحد و خلاص. البردين سوق المطايا والمركز الأول ترى نظمنا. السلام عليكم، كيف الحال؟ عساكم طيبين إن شاء الله. معلش على التأخير، لكن كنا نايمين توني صحينا وصحصحنا وفي مواضيع بنتكلم فيها بإسمنا بعدين. الزبدة صحيت من النوم من الربع، دخلت تويتر لقيت الناس قابين يا سعد الجروب حق عبد الله واخوياه ازعجوك ما يناسبك انت كلام الربع. والله عيب، حن وياكم هم اكبر من المواضيع هذه كلها. بدنا سالفه جروب ما جروب، ايش جروب هذا؟ حنا اخوان واخويا، وانا يا سعد انا كنت اسوي حركات هذه، كنت يعني اسوي مقالب، كنت امزح مع الناس، ما كنت تنتقدوني مثل ما انتقدتوهم، عرفت شلون؟ فترى الوضع مرة عادي، وانتو كبرت المواضيع جدا جدا جدا. بعدين الرجال الصاحي والواعي في عقله ما راح يقعد معنا، ولا مو براح يصير في طريق يضايقه هو نفسه، فهمتوا؟ انتو دحين حطيتوا انفسكم ضايقتوا اكثر من ضايقتهم. انا ما ضايقت، والامور يسرة، وكان مزح وطقطقة جدا عادي. في ذمتي ذمني فرحان انهم يمزحون معي، عشان ايش؟ افتحوا لي باب امزح معهم بكره وبعده. ف والله ما ادري ايش فيه، مو بالكل اللي ينتقد، في بعض الناس، لكن لا اعرف الامر خير. وبعدين اللي قاعد يقول لا عاد تمشي مع فلان، انت تمشي مع عبد الله بس وروبه، روح مع فلان، روح مع فلان، من انت متحكم فيني؟ انت من انت متحكم فيني؟ ومن انت يوم تساير رياجين تقول روح يا فلان من هنا وانت داك روح من هناك؟ من انت؟ خلك في حالك يا اخوي، تبى تتابعني وتتابع سناباتي فمرحبا بك واتشرف وحياك الله. تبى تجي تنتقد ومسوي انا اللي امشي رياجيلي وانا اللي اتحكم، فترى والله ما درينا عنك. ف الله يسترنا ويستركم، خلاص ما بقول شيء. السلام عليكم، كيف الحال؟ تقيت اليوم شخصيات فنانة جدا مطول منها. ارحب يا ظافر، مرحبا، الله يبيك، مرحبا. ارحب يا ابو علي، مرحبا ومسهلا. طبعا ولد خالي واخوي، الله يطول اعمارهم، عازميني على عشاء وعلى قهوه وعلى مبسط، الله يوفقكم ان شاء الله ويكثر من امثالكم. ربع نفتح سبيس، تعالوا نسولف نضحك. ربع السلام عليكم، قفلنا السبيس ومنوري كنتم موجودين، مرحبا بكم. لكن ظافر ولد خالي يقول عندي مفاجأة لك، ورني يا شوف. هذا اقل ما قدم لك الله يرحمك، الله يجعلني فداك الشيخ، بيض الله وجهك. يجعلني والله فداك يا ابو عامر، وبيض الله وجهك وكبش برده يا شيخ. السلام عليكم، اليوم قابلت خنزات، والله تشرفت فيهم ما شاء الله. خنزات اللي كان مسرفهم تروحون اسكت ابشر. يلا هلا حق قلب عادي، تبغى تصور مع عبد الله عادي كاريزما. طيب انا ما صرفتك، انا ما صرفتك، انت حقني سو كاريزما، سو كاريزما انت، انا ما صرفت قلت حقوني هذه. قلنا ناجح حقك تكون انت، والله الله يخرب عليك. اه انت انت مد يطلب حق مد يدعي ودانا كل. السلام عليكم، كيف الحال طيبين؟ اصور لكم من جوال جديد ومنورين، ومرحبا بكم ما شاء الله تبارك الله. الزبده ما يا للعم والاخوان متجهين الاستراحه والمبسط والسوني، واحتمال افتح بدود هناك يعرفكم عليهم، ومرحبا بالحاكم.
السلامة الله يحفظكم. هم مو مصدقين جيتهم وكذا عرفت تواضعت ان جيتهم.